أنا اسمي هدير أحمد، سنة ثالثة، طالبة بكلية آداب إعلام جامعة حلوان قسم إذاعة وتلفزيون. بس ودرست في فنون جميلة دراسات حرة قسم تصوير زيتي. امتى اكتشفتي ان انت بتحبي ترسمي كاريكاتير؟ هي بالصدفة جت، انا يعني شاركت اتعلمت ازاي ارسم كاريكاتير بالصدفة. كنت في المعرض فنون جميلة، حسيت ان انا بحب الرسم الكاريكاتير اكتر. رسمتي اي حاجة تانية غير الكاريكاتير؟ طبعا يعني شاركت في معرض فنون جميلة خطوة 2018، ورسمت شاركت بلوحة باستيل طبيعة صامتة. طيب تحكي عن تجربة ان انت ترسمي لايف كاريكاتير؟ هي كانت تجربة صعبة جدا اللي انا ارسم لايف كاريكاتير، كانت صعبة لان انا اكتشفت نفسي بالصدفة. انا قلت لازم اخد الخطوة، اخد الجرأة اللي انا اعمل كده. كنت برسم في ناس في الكافيهات في شارع 9 المعادي، فبس ومن هنا بقى لقيت نفسي الله ده الحوار طلع حلو جدا، طب ما اكمل ما اطور نفسي، وبدات اعمل كده. بتورينا طيب ابرز رسماتك؟ دي عبد الفتاح، دي عبد الفتاح الاسري، ودي صلاح ذو الفقار، وده عبد السلام النابلسي. عدد الدور النشر قليلة وفي تنظيم مش تمام، يعني التنظيم مش مظبوط قوي يعني، ففي حاجات ناقصة. كويس يعني الزحمة، الكتب معروضة بشكل كويس جدا، والأسعار هنا مش غالية يعني. لا كويس ان هو منظم بشكل كويس، لما خدت في كويس. مميز بصراحة. المميز يعني مرتب منظم، في حاجات مفيدة فعلا.